الرئيس السيسي يؤكد أن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أنحاء الجمهورية. وبايدن في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية، وموسكو تهدد برد ساحق. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. لطالما كانت المرأة المصرية شريكا رئيسيا في بناء الوطن وحماية مقدراته، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجدت المرأة الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصولها على كافة حقوقها الدستورية. المزيد نتابعه في سياق النشرة 9. أسوان قلت بيحبوك وبيسلموا عليك، خصوص السيدات بيحبوك، خصوص المرأة بتحبك يا ريس. قال لي أنا شكرا شكرا وأنا بحبك والله. السيدات الفضليات الكريمات اللي أنا التقيت بيهم في التكريم واللي أنا ما شفتهمش حتى، وبرضو السيدات اللي مش موجودين معانا دلوقتي وعند ربنا سبحانه وتعالى، يمكن نقول ندعو الله سبحانه وتعالى انه يتغمدهم برحمه بحق كل حاجه حلوه هم عملوها. بقول ان المراه كانت هي سبب كبير وسبب اصيل لحاله النجاح اللي احنا بنعيشها. ولما جينا حتى في برنامج الاصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المراه المصريه، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. أنا واحد من الناس بسمع وبشوف الست بتعمل إيه يعني، وجد في الآخر إن هي الست اللي بتشيل يعني. ما زالت المرأة المصرية تقدم الكثير وتستحق الكثير. كل عام وأنتن جميعا بخير. إلى تفاصيل 9، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المرأة المصرية كانت وما زالت داعما وظاهرا لوطنها. وقد جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته. وخلال الاحتفالية شدد الرئيس السيسي على أن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي لها. إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود. وحول دور المرأة المصرية في دعم الوطن، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وشدد الرئيس السيسي على أنه لولا هذا البرنامج لأصبح وضع مصر صعبا في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم. ولما جينا حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين
دعم المرأة المصرية، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. وأنا لما بقول الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ، إن لولا هذا الدعم يعني طبعا ما حدش يفهمني غلط، يعني الراجل موجود وبيقوم بدوره وكل حاجة، ما أنا راجل برضو يعني، لكن صحيح يعني، لكن المرأة هي يعني، افتكروا يعني افتكروا بإنصاف، افتكروا أي زوج يفتكر بإنصاف زوجته بتعمل إيه، يفتكر كل ابن بإنصاف والدته بتعمل إيه، يعني يفتكر كل ابن أمه عملت إيه بإنصاف. أنا بقول ما بقولش من حياز حاجة، إن هي أعطت كثيرا جدا يعني. فنيجي لموضوع الإصلاح الاقتصادي تحديدا، أنا بتكلم لأن ظروف قاسية جدا مرت علينا في الوقت ده، لكن هي كان بدعمها إحنا مررنا بيه والحمد لله. وأنا عايز أقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا الموقف ولولا الإجراءات اللي اتعملت ديت، أنا بقول لكم إن إحنا خلال السنتين اللي فاتوا والأزمة اللي إحنا بنعيشها دلوقتي، الأزمة العالمية اللي إحنا بنعيشها دلوقتي، صدقوني لو ما كانش هذا البرنامج وفقنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم ودعمكم، إحنا كان هيبقى موقفنا صعب قوي 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 في اللي إحنا بنعيشه دلوقتي. وحول المشروع القومي لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح، أكد رئيس السيسي أن مشروع زيادة صوامع تخزين القمح ساهم في توفير 5.5 مليون طن دون فقد. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة لديها مخزون للقمح يكفي لمدة 4 أشهر. أنا هتكلم على أحد المشروعات البسيطة جدا يمكن ما حدش يتوقف قدامها، مثلا مشروع قومي لزيادة حجم قدرتنا على تخزين القمح في الصوامع اللي تصل إلى 5.5 مليون. يا دكتور مش كده؟ 5.5 مليون طن قمح كان اللي موجود عندنا أقل من تلت الرقم ده. طب ده كان بيعمل إيه؟ عشان بس الناس تبقى متصورة معنا، إحنا حطينا فلوس كتير في الموضوع ده صحيح، لكن إحنا لقينا إن إحنا تمن اللي بيفقد سنوياً حوالي 20% من تداولنا للقمح. فلو شئتم ان انتوا تقولوا ان احنا بنتداول ما يقرب من يعني هنقول احنا بنستهلك تقريبا 17 18 مليون طن قمح، هنقول ان الدوله بتتداول 15 مليون 10 مليون. ال 20% او ال 15 20% اللي بنتكلم عليهم ما يقرب من 2 مليون طن قمح. ما يقرب من 2 مليون طن قمح، تمنهم كام؟ بيفقدوا ازاي؟ نتيجه ان احنا كنا سايبينهم أو بنسيبهم يعني في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كانوا بيتعرضوا للقوارض والحشرات وحاجات أخرى. وأنا قلت الكلام ده قبل كده لما عملناهم النهاردة احنا قاعدين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي 4 شهور. وفي كلمته أكد الرئيس السيسي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد ضرورة احترام وتقدير المرأة. كما انتقد أيضا الرئيس السيسي العنف ضد المرأة. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، قال حاجتين، قال الصلاة والمرأة، يعني قال خلي بالكم من الصلاة وخلي بالكم من المرأة. دي استراتيجية يا جماعة، دي إيه؟ تطلع منها سياسات وعادات وتقاليد وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، مش كلمة تتقال إيه حسب ضميرنا يعني وماله حسب ضميرنا برضو. ولكن هو النبي لما قالها كان بيقولها عشان إحنا كأمة تأخذ بناصية العلم والتعليم والتفكر والتدبر، تقوم تحط منهج ومناهج فيها احترام، فيها تقدير، فيها أدب، فيها ذوق، فيها خلق. مع مين؟ مع المرأة
كل المرأة، مش المصرية، كل المرأة. وخلال الاحتفالية كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من السيدات والأمهات المثاليات، كما قام أيضا بمنح عدد من السيدات وسام الكمال من الطبقة الثانية، كما كرم أيضا الرئيس السيسي نماذج مشرفة من السيدات المصريات صاحبات الإنجاز الإنجازات الوطنية والدولية. وللمزيد مشاهدينا الكرام تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. إذا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن انحيازه للمرأة هو واجب وطني والتزام أيضا سياسي، في رأيك ماذا قدمت المرأة المصرية لوطنها سياسيا، وما هي أهمية دور المرأة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي؟ خلينا نفتكر كده مع بعض في خلال العقد الأخير وقفة المرأة المصرية بجوار وطنها ومساندة هذا الوطن والدفاع عن مؤسسات الوطن، سواء كانت امرأة عاملة أو من خلال الأم التي كانت تخشى على أبنائها من انهيار الوطن. ثم كان دورها في ثورة 30 يونيو، ثم جاء دورها في إطار الإصلاحات الاقتصادية كما أشار فخامة الرئيس. دعيني أذكر لحضرتك أن ما قاله فخامة الرئيس في هذا اللقاء كان، وحيث أنه كان لقاء وديا إنسانيا يبتسم بلمحات إنسانية غاية في الرقي، أنه قد وضع كودا أخلاقيا للتعامل مع المرأة من خلال بعض الإشارات التي تحمل المعاني الكثيرة والتي ربما نفتقدها اليوم في إطار زيادة العنف ضد المرأة، وأن ما قام به من توجيهات للحكومة المصرية من خلال إجراءات حمائية للمرأة بكل شرائحها هو أيضا في إطار تقدير المرأة ولدورها في المجتمع. صحيح. طيب دكتورة، يعني هناك توجه كامل وواضح أيضا القيادة السياسية نحو مشاركة أعمق للمرأة المصرية، وهو ما ظهر جليا في النماذج التي تم تكريمها اليوم، برجاء إلقاء الضوء على هذا التوجه من خلال تلك النماذج. دعيني أذكر لحضرتك أن فخامة الرئيس في بداية اللقاء وجه التحية لكل امرأة سواء كانت بداخل البيت أو بخارج البيت أو في أي مكان أو منصب قيادي أو ما قدمته من خدمات لأبنائها وفي إطار حماية الوطن، وأيضا لم ينسى توجيه التحية للأمهات التي يعني اللائي غدرن الدنيا وترحم عليهن وعلى أدوارهن. المسألة تعكس في حد ذاتها أن هناك تكريم للمرأة بشرائحها كافة، المرأة المسنة، المرأة يعني المعاقة، المرأة الأستاذة، المرأة الكاتبة، المرأة نعم جميع النماذج يعني بالضبط كده بكل الشرائح وبكل الفئات الاجتماعية. نعم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، كنت معنا في نشرة التاسعة. هذا وقد أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تشرفها بكل فخر واعتزاز وتقدير بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022. وعبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت السيدة انتصار السيسي أنها قد توقفت طويلا أمام النماذج الملهمة التي شرفت الجميع في الحفلة، مضيفة أن سيرتهن وتجاربهن أثبتت أن المرأة المصرية مفتاح الحياة، فقد تحدينا الصعاب وواجهنا المستحيل وقهرنا كل الظروف خدمة لأبنائهن ووطنهن. وأضافت قرينة رئيس الجمهورية أن الحفل جاء في وقت مواجهة أزمة عالمية كبيرة ألقت بظلالها على الجميع، قائلة إن المرأة المصرية قادرة على العبور بأسرتها إلى بر الأمان. كما وجهت السيدة انتصار السيسي التحية والاحترام لكل سيدة مصرية باعتبارها السند لبيتها وبلدها.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والفريق فخري عبد المنعم محمد خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة التدريب القوات المسلحة الأسبق اللذين وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذي وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر. وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدام القادة. وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسماءهما بأحرف من نور في سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما في صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين. هذا وقد نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق عبد الرب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة. كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخري عبد المنعم محمد خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق واللذين وافتهما المنية بعدما قدما تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء الوطني. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء أهمية الاتحاد كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، مشيدا بالجهد الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي حيال النظر في القضايا والتحديات العالمية. وقد جاء ذلك خلال لقائه برئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو على هامش المشاركة في أعمال الجمعية رقم 144 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في بالي بإندونيسيا. من جانبه ثمن باتشيكو الدور الرائد والنشط والتاريخي للبرلمان المصري داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي مؤكدا على أهمية وضرورة واستمرارية التنسيق والتعاون بين الجانبين. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية نوموف والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له. ضم الوفد ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارة الوفد الألماني إلى مصر لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية. وأكد مدبولي أن الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية، حيث يتواجد نحو 100 شركة ألمانية في مختلف القطاعات لا سيما التكنولوجيا والنقل الذكي والصحة، والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري فضلا عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية. من جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لألمانيا بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.
تنفيذا للتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية وبأسعار مخفضة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتخفيف العبء عن المواطنين وبتوفير احتياجاتهم بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتها التخصصية بتجهيز وتعبئة أكثر من 1.5 مليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60% ودفعها إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. في سياق متصل، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع إلى السوق المحلي عبر 1200 منفذ متحرك و212 منفذا ثابتا في كافة المحافظات، ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة. كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعاً وفرعاً في كافة أنحاء الجمهورية. وشهدت المنافذ إقبالاً لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية، والذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، وأعربوا عن ثقتهم في جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة. كل الخدمات وكل حاجة على أكمل وجه، مفيش أحسن من كده، وأسعار في المعقول جدا، في متناول الجميع. المبلغ النهاردة دفعته أنا ممكن أدفعه برة 3 أضعاف. منافس القوات المسلحة، ربنا يخلي الرئيس بينزل أسعار أرخص من برة بكتير طبعا. هناكل وندعي لهم والله، والبركة بقى في رئيسنا. والأسعار بالنسبة لنا هنا الواحد الفقير حلوة بالنسبة لي أنا.
كصنايع فقير اجيب اللي انا عايزه منه. انا دلوقتي بتعامل معاهم على طول، لحمتي وخضاري وكل حاجه من هنا بصراحه. يعني الاسعار ما شاء الله احسن من السوق، يعني بتقل عن السوق 20-25%، وده حاجه عظيمه يعني، وبعدين بتوفر علينا. حاجاتهم جميله، واللي بيعملوه معانا الله يبارك لهم فيهم، اللي هم بيعملوه معانا يعني، وبيبصوا للناس الغلابه. لسه شايف الاسعار دلوقتي حاليا اسعار في مترام اليد الحمد لله يعني بالنسبه للسوق حاليا يعني. والحاجه ارخص منها، فرق كتير قوي من سعر بره وسعر هنا، فرق جامد قوي يعني. انزلوا هتلاقي كل السلع متوفره في الاسواق وفي المولات اللي تبع القوات المسلحه. كل المنتجات اللي بتحتاجها بلاقيها هنا وباسعار اقل من بره. لا مفيش حاجه مش موجوده هنا وموجوده بره، كل حاجه انا محتاجها في بيتي موجوده هنا. انا كمواطن مصري بدور على اقل سعر. اسعار احسن من بره بكتير بالنسبه للاسعار اللي انا شايفها النهارده. اسعار بتاعه القوات المسلحه واللي تدخلت فيها الدوله ممتازه، احسن من التجار بره واحسن من المنافذ الخاصه بمراحل كثيره جدا. انا بقول كلمه لوجه الله، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فضلا عن توفير حصص مجانيه بالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي، تم توزيعها على 30,000 أسرة بكافة أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما لأبناء الشعب المصري العظيم. بالتزامن تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وخلال 24 ساعة تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 154 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 254 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 11 طن دقيق مدعم وسكر وأرز وأسمدة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط ما يقرب من 157 طن سلع غذائية و 30,257 لتر مواد بترولية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، وتهدف لمواجهة موجة الغلاء العالمية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري مع حلول شهر رمضان المعظم. يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. وزارة الداخلية تواصل فعاليات المبادرة في مرحلتها 22 التي انطلقت منتصف الشهر الجاري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير هذه السلع وغيرها بتخفيضات تصل إلى 60%. جيت السوبر ماركت النهارده اشتري طلبات، لقيت فعلا الاسعار نزلت كويس جدا، بتحارب الغلا بتاع الاسعار، والتجار اللي كانوا بيبيعوا الحاجه بطريقه غاليه جدا دلوقتي لا الحمد لله. هي فرقت معانا كتير بالنسبه للاسعار بره، لان بره في استغلال حاصل جامد قوي في السلع بالمقارنه بالمبادره، هي مختلفه تماما، فهي مبادره جميله جدا ونشكر سياده الرئيس عليها. بالنسبه لكل اي مستوى يعني، سواء يقدر او ما يقدرش، كلنا واحد واسره واحده وربنا يخلي السيسي. وفره كبيره في المعروض من السلع بكافه انواعها في افرع السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره بكافه المحافظات، يصل عددها الى 993 فرعا، موضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت. وزارة الداخلية لم تكتفي بالسلاسل التجارية، إنما امتد توفير السلع إلى الشوادر والسرادقات التي تم تجهيزها بكافة المحافظات بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في أماكن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين، بخاصة الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكسه الإقبال الكبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من تلك الشوادر.
العظيم مبادره ب 10 على 10 بصراحه. احلى حاجه اسعار 100 100 ومفيش بعد كده. احنا كنا مستنيينها بفارغ الصبر المبادره ديت، لانها مبادره جميله جدا وتعيد الاتزان للسوق. يعني هي المبادره جميله والاسعار جميله وربنا يخلي الرئيس. احنا بنحب جدا جدا سياده الرئيس، كل سنه وهو طيب وربنا يسترها عليه يا رب. والله العظيم حاجات جميله جدا 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 وتفرق في الاسعار فرقه جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وشاركت الوزارة في مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 منذ انطلاقها من خلال منظومة أمان للمنتجات الغذائية بمنافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية الثابتة والمتحركة وبمنتجاتها ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 50%. وقد وجهت الوزارة قوافل من السيارات محملة بالسلع الاستراتيجية إلى المناطق الأشد احتياجاً في إطار المبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية قاطنة تلك المناطق بصفة خاصة. فعاليات مبادرة كلنا واحد تتواصل مع نجاحها في تحقيق أهدافها التي تسعى إليها الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تكاتف الجهود لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة. ده الحب ده مش بالسهل، بس انت فعلا تستاهل. أيوة انت فعلا تستاهل، تستاهل. أفضل بركات التلفزيون المصري. مرة أخرى يعود معرض أهلا رمضان بالخير على المواطن المصري من خلال سلع تنافسية وأساسية يقل ثمنها بنحو 30% من السعر بالأسواق العادية. المعرض هو ثمرة من ثمار تعاون الدولة ممثلة في وزارة التموين مع القطاع الخاص. مع اقتراب شهر رمضان المعظم يعود معرض أهلا رمضان من جديد ليهنئ المواطن المصري بطريقته من خلال سلع غذائية أكثر وبأسعار تنافسية. احنا قدرنا نعمل السكر مدعم للناس زي ما حضرتك شايفة، كيلو السكر ب 10 جنيه مش سعره خالص في السوق، بس احنا سبورت للناس وأهلنا الغلابة ان احنا نبقى سبورت معاهم في شهر رمضان. نازلين المعرض ندعم حركة رئيس الجمهورية اللي قال لك تنزيل الأسعار، فاحنا قررنا ننزل بالاسعار بتاعتنا اكتر من اسعار الجمله كمان اللي احنا بننزلها للجمله، فاحنا منزلين اسعار في متاح لاي حد. وبمشاركه اكثر من 200 شركه مصريه ولمده اسبوعين يستمر المعرض الذي يقدم السلع الغذائيه كالارز والزيت والسكر وغيرها بالاضافه الى يميش رمضان وبتخفيضات تصل الى 30%. معرض جميل جدا واسعاره جميله في متناول الجميع ومناسبة لكل، يعتبر الطبقة المتوسطة. يعني احنا بنستنى المعرض ده من كل سنة. يعني المكان فيه كل حاجة موجودة، واحنا يعني منتظرين اول ما المكان فتح. كمان كل سنة بنيجي هنا، الاسعار المرة دي بصراحة غير السنين اللي فاتت. اسعار 100 100 بصراحة، حتى في عز الغلو اللي هو حاصل في البلد والحرب اللي حاصلة بين روسيا واوكرانيا. ربنا يبارك لنا في سيادة الرئيس، والاسعار في كل الاماكن، حتى انا جاي من العباسية نفس الكلام. الحمد لله يعني الاسعار 100 100 والله. انا شايفه الاسعار جميله جدا بصراحه، يعني وجه فتح في منطقه مناسبه ولمم كذا حي، يعني ان شاء الله بالتوفيق. يعني انا شايفه حاجه جميله جدا. جهود حثيثه تقوم بها الدوله وتعاون بين وزاره التموين والتجاره الداخليه والغرف التجاريه والقطاع الخاص لتذليل اي عقبات تقف حائلا امام راحه المواطن المصري ليحيا حياه كريمه كما يستحق. افتتح محافظ البحيرة هشام أمنة معرض السلع الغذائية ومستلزمات رمضان المخفضة بكوم حمادة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وردع المخالفين. ويضم المعرض العديد من السلع التجارية من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية بأسعار اقتصادية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى 25% وأيضا 30%.
افتتح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ كأول معرض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالتعاون مع الغرفة التجارية. وتفقد المحافظ المعرض وتابع توفير السلع الغذائية وقارن بين أسعارها بالمعرض وأسعارها بالسوق، وتبين أن نسبة التخفيض بالمعرض تراوحت بين 15% و25%. كما تفقد محافظ كفر الشيخ المخزن الرئيسي للشركة العامة لتجارة الجملة، وتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة ومتنوعة تكفي إلى ما يقرب من 3 أشهر. تنفيذا لتوجهات الدولة، كل الأجهزة متشاركة وكل الوزارات في توفير السلع الرئيسية للمواطنين. السلع الرئيسية دقيق، سمن، سكر، زيت وخلافه. بالمجمعات دي هدفها تخفيض كمان السلعة والسعر المعلن. بيبقى السعر معلن السوقي وبجواره سعر اللي فيه التخفيض. النهارده الحقيقه شفنا وزاره التموين في معرض اهل رمضان، والرساله الاهم كانت ان احنا دخلنا المخازن الملحقه بيها فيها كميات تقدر تستحمل محافظه كفر الشيخ لشهر قدام. وزي ما حضراتكم لفيتوا في المعرض، الباكيات كلها مليانه، وكبرى الشركات اللي موجوده في الجمهوريه وفي محافظه كفر الشيخ متوفره السلع باسعار زهيده بالنسبه للسوق. الحمد لله الاسعار يعني معقوله، ما هي انا تاجر وعارف وايه السوق مناسبه وحلوه ويعني مش غاليه. اسعار كويسه ومناسبه فعلا، وكل حاجه متواجده كويس، يعني ما فيش حاجه مش موجوده، كل حاجه موجوده في السوق في المعرض دهوت. ناس تشتري زي ما هي عايز. الاسعار هنا في المعرض الاسعار مخفضه جدا عن بره، والحاجات هنا في حاجات بنص تمن بره اصلا، وما شاء الله في حاجات كتير حلوه، يعني منزلين اسعار كتير وفي تخفيضات كتير عن الاسعار بتاعت بره. والله الاسعار جميله ومخفضه ومختلفه عن بره تماما، تقريبا بنسبه 15% ل 20%. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن احتمالية نشر روسيا لأسلحة كيميائية يمثل تهديدا حقيقيا. تصريحات بايدن جاءت قبيل توجهه إلى أوروبا لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية هذا، ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع الحلفاء الرئيسيين في بروكسل ووارسو هذا الأسبوع. وكان مستشار بايدن الأمن القومي جيك سوليفان قد أكد أن الرئيس الأمريكي سوف ينسق مع الحلفاء بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات الجديدة على روسيا. وفي المقابل قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة. وخلال مؤتمر صحفي أعلن بوتين قراره ببيع الغاز والنفط بالروبل الروسي، مشيرا إلى التزام بلاده بعقود توريد إمدادات الغاز. إن تصدير بضائعنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحصول على العملات الدولار أو اليورو ليس له لنا عندنا أي معنى، ولهذا فاتخذنا القرار وفي وقت قصير بنقل الدفعات مقابل الغاز الذي يورد إلى الدول الغير صديقة كما تسمى بالروبل الروسي، أي أن نمتنع عن استخدام كافة العملات التي أساءت لسمعتها، ويعني ذلك أننا سنستمر بالتزامنا بتوريد الغاز والنفط وفقا للأسعار التي ذكرت في العقود السابقة، ونثبت بذلك ثقتنا وعملنا المنتظم. وسيعني ذلك أنه فقط سنستبدل العملة عملة الدفع بالروبل عوضا عن العملات الأخرى.
من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن برد ساحق حال تعرض بلاده لأي عمل عدائي. وخلال جلسة بالأمم المتحدة نفى المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا استهداف بلاده للمدنيين في أوكرانيا وفقا لما أعلنته موسكو منذ بداية العملية العسكرية. نزع السلاح منها كان هذا هو الهدف من العملية العسكرية، نحن لم نستهدف من لم نكن نستهدف المدنيين، وهذا مفهوم أن من قاموا بالجرائم في أوكرانيا سيتحملون المسؤولية عن هذه الجرائم، الجرائم التي ارتكبت منذ 8 سنوات، فهم من بدأوا باستخدام المدنيين كدروع بشرية. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولز بحثا معا في اتصال هاتفي تطورات محادثات السلام بين موسكو وكييف. وحذر شولز بوتين من استخدام سلاح بيولوجي أو كيميائي في أوكرانيا. وكان شولز قد شدد في كلماته أمام مجلس النواب الألماني على أنه لن يؤيد الدعوات الأوكرانية الموجهة إلى حلف شمال الأطلنطي ناتو، والتي تطلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، أو دعوات لإرسال قوات لحفظ السلام. وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أكد دعمه لأوكرانيا قبل قمم حلف شمال الأطلنطي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. أضاف الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع جونسون تطورات العملية العسكرية الروسية في بلاده والمساعدات الدفاعية لأوكرانيا. هذا ومن المتوقع أن تتمخض قمة حلف شمال الأطلنطي عن تقديم مزيد من المساعدات لكييف، بما يشمل عتادا عسكريا لمساعدة أوكرانيا في التصدي لتهديدات الأسلحة الكيماوية المحتملة والبيولوجية والنووية. مشاهدينا الكرام، نشرتنا ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. التحالف العربي يحبط هجوما وشيكا لقوات الحوثي بالبحر الأحمر. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن آمله أن تتمكن القوى الدولية من التوصل إلى حلول وتسويات تحقق مصالح جميع الأطراف بما يحقن الدماء. جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن بشأن التعاون بين المجلس والجامعة العربية. إننا في جامعة الدول العربية نرى أن الزخم الإيجابي الذي خلقه تقرير السكرتير العام غوتيريش أجندتنا المشتركة هو السبيل الأوفق للانتقال بالمجتمع الدولي إلى آفاق أرحب من العمل المشترك، إذا ما صدقت النية وتوافرت الإرادة السياسية، وإذا تخلينا عن التمسك بالماضي ونظرنا إلى مصالحنا المشتركة في المستقبل. وهنا أرحب بتشكيل السكرتير العام للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعالة، ونتطلع إلى توصياته لتعزيز وتطوير العمل الجماعي متعدد الأطراف. أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن اليوم عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي وشيك جنوبي البحر الأحمر. وقال التحالف إن الزورقين أعدا لمواجهة ناقلات نفط عملاقة عبرت عبر مضيق باب المندب. ولفت التحالف إلى أن محاولة إطلاق زورقين مفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة اليمنية، مضيفا أن الحوثي يصعد من هجماته العدائية مستهدفا مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.
أكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين. أضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام. أشار المتحدث أيضا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الدولة ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي. كما أضاف المتحدث أنه في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد يهدف إلى مساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر. هذا ويتعرض الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية. شهدت قرية الماكس بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية لمبادرة رئاسية حياة كريمة. واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين بالقرية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 300 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان. ضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية، ويأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للقرى النائية بالمحافظات الحدودية. قوافل حياة كريمة في الوادي الجديد احنا طبعا بتنفذ شهريا بمعدل 8 قوافل 16 يوم قوافل، واحنا على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجا، والقوافل دي بيتم الفحص الإكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة، بالإضافة طبعا أن احنا لو في حد محتاج تدخلات جراحية بنحوله لأقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك العلاج الجراحي، ولو في أي أدوية بتصرف في القوافل طبعا لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية. انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة تابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 137 حالة بمختلف التخصصات الطبية، ومنها إجراء عدد 29 فحصا معمليا وإجراء عدد 17 أشعة وسونار، كما تم أيضا إجراء عدد 21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. مع دينا الشرف، إليك دينا. شكرا لك أميمة، شكرا لك إيمان. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا.
طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة نافذة الإفراج الجمركي ونظام التسجيل المسبق للشحنات. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الدور المحوري لنظام التسجيل المسبق للشحنات في إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعاً للصادرات المصرية وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها والتيسير على مجتمع الأعمال. أكد وزير الزراعة السيد القصير أنه من المستهدف استلام 6 ملايين طن قمح من الفلاحين، مشيرا إلى أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديريات الوزارة لبحث الاستعداد لموسم وحصاد وتوريد القمح. وخلال الاجتماع وجه الوزير مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح. اختتمت أعمال اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 17 للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي ترأسه عن الجانب المصري وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعن الجانب السعودي وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات التي تضمنت التعاون التجاري من خلال استمرار التعاون المشترك لحل التحديات التي تواجه التجارة البينية والمستثمرين بالبلدين. وبخصوص مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، تم الاتفاق على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على عقود مشروع الربط الكهربائي حسب الجدول الزمني المخطط. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا نائب رئيس شركة شيفرون العالمية روشنا كاول وللوقود والزيوت الأساسية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض نشاط الشركة في مجال تصنيع الزيوت الأساسية في مصر وخططها المستقبلية في ظل رغبة الشركة القوية في التوسع بأنشطتها وزيادة مجالات التعاون مع شركات تسويق قطاع البترول. وأكد وزير البترول أن السوق المصرية تنافسية وكبيرة وقادرة على استيعاب مختلف المنتجات البترولية وتعددها، لكن تحديات المرحلة الحالية تتطلب تكوين شراكات وفتح مجالات للتعاون بين مختلف أطراف الصناعة لمواجهة هذه التحديات بما يعود بالفائدة على الجميع. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750 مليار و800 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 69% ليغلق عند مستوى 11743 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 2003 نقاط، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار عملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.30 جنيه للشراء و 18.43 جنيه للبيع، وسجل اليورو 20.11 جنيه للشراء و 20.26 جنيه للبيع، في حين وصل استرليني إلى 24.16 جنيه للشراء و 24.34 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.98 جنيه للشراء و 5 جنيهات وقرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4.88 جنيه للشراء و 4.91 جنيه للبيع.
وفي أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية ليصل في المعاملات الفورية عند مستوى 1911 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 848 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1131 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7920 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان، وذلك عبر خط أنابيب بحر قزوين. وارتفع خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى 119 دولارا و65 سنتا للبرميل، وصعد الخام الأمريكي بنسبة 3% مسجلا 114 دولارا و32 سنتا. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام سجلت هبوطاً مفاجئاً الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع. وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى 413.4 مليون برميل. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى أميمة وإيمان، إليكما. شكرا لك دينا. تحول اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد رمزي أشهر دون جوان في السينما المصرية والعربية. مسيرة مميزة للنجم السينمائي الراحل الذي استطاع تقديم أكثر من 113 عملا فنيا. أما الآن فمع أخبار الرياضة. حول فيها من جديد إلى دينا شرف، تفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك أميمة، والآن موعدنا مع أخبار رياضة محليا وعالميا. يواصل منتخبنا الوطني استعداداته لمواجهة ضيفه السنغالي يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022. واطمأن المدير الفني لمنتخب مصر على حالة محمد صلاح بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع ليفربول في الدوري الأسبوع الماضي، ويسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الشعب المصري. يجري الاتحاد المصري للكاراتيه بطولة التصفيات الداخلية لمنتخب مصر للكاراتيه تحت 21 سنة والمؤهلة للمشاركة في البطولات الدولية. بمشاركة أكثر من 140 لاعب ولاعبة، شهد المركز الأولمبي منافسات التصفيات الداخلية لمنتخب مصر للكاراتيه تحت السن 21 سنة. النهاردة بداية لمدة 4 أيام تصفيات المنتخب تحت 21 سنة لاختيار 4 لاعبين في كل ميزان، عشان دول اللي هيكونوا العناصر الأساسية لمنتخب مصر تحت 21 سنة ضمن الاستعداد للاشتراك في بطولة العالم في شهر أكتوبر القادم بإذن الله في إسطنبول في تركيا. وطبعا بطولة العالم ده حدث الأكبر اللي هو ناشئين وشباب وتحت 21 سنة، فاحنا جهزنا منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، ودي آخر مرحلة النهاردة وتخلص السبت بإذن الله تعالى. احنا على مستوى الكاراتيه الحمد لله بخير جدا جدا، احنا من أحسن دول العالم ومن أقوى دول العالم في الكاراتيه، وتقريبا بيتعمل لنا حساب زينا زي اليابان في البطولات، وبالذات في عندنا في الكوميتيه، وبدأنا في الكاتا نحقق دلوقتي الحمد لله مراكز متقدمة، لكن في الكوميتيه أعتقد إن احنا من أحسن فرق العالم بلا استثناء يعني الحمد لله يعني. دي تصفيات منتخب مصر لازم نكون محققين جمهورية الأول، وبعد كده تجارب منتخب لازم نحقق فيها، وبعد كده ديت حاجة قبل الأخيرة اللي هي تصفيات عشان تبقى نوصل للتصفيات الأخيرة خالص. التصفيات الداخلية للمنتخب تنطلق حتى 26 من مارس الجاري بين لاعبي كاتا فردي وكوميتيه، وذلك لاختيار 4 لاعبين مميزين لانضمامهم لصفوف المنتخب الوطني ومنها إلى البطولات الدولية. أنا بحلم وبجتهد عشان أحقق حلمي، وفي الآخر توفيق من عند ربنا. والله الإعداد دوت بيبقى أصلا من الصغر، يعني بتبدأ من سن، عندنا البطولات من سن 10 سنين
11 سنة 12 لحد ما توصل لسن دلوقتي التصفيات بتاعت 21 سنة، فهي قتال طبعا من صغرها لحد ما وصلت لحد التصفيات بتاعت 21 سنة. فطبعا بيحصل بقى بيبقى في مدرب إعداد بدني وفي مدرب إعداد نفسي. أول بطولة في شهر 6 القادم إن شاء الله سيريس إيه هتبقى مقاوم مصر، وبعدها إن شاء الله عندنا بطولة بريمير ليج إن شاء الله برضو عندنا في المغرب بطولة بريمير ليج في شهر 5 القادم، وعندنا بطولة عالم إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم بإذن الله 2022 إن شاء الله بطولة عالم شباب وناشئين. جهود حثيثة تجلت من خلال تظافر وتعاون مسؤولي وإدارة الاتحاد ولجنة المسابقات ولجنة التحكيم لظهور البطولة بمظهر يليق بالكاراتيه المصري، وسط حرص شديد على تواجد الفريق الطبي أثناء البطولة للحفاظ على اللاعبين وتقديم منتخب يليق بمصر دائما. قدمت بريطانيا وأيرلندا بشكل رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا ملفا أوليا لطلب استضافة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028، وجاء ذلك في اليوم الأخير من المهلة المحددة للدول لإبداء الرغبة في استضافة البطولة. التحق لينيو ميسي بمعسكر المنتخب الأرجنتيني قبل آخر مباراتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وسيخضع ميسي لفحص طبي من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المباراة ضد فنزويلا بعد أن غاب عن مباراة فريقه ضد موناكو بسبب الإصابة بنزلة برد. يشار إلى أن الأرجنتين التي ضمنت تأهلها لمونديال قطر سوف تستضيف فنزويلا فجر الجمعة القادم، ثم تحل ضيفا على الإكوادور الأحد المقبل. ختام أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى إيمان وأميمة، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا. عرض متحف التاريخ الطبيعي في بيرو جماجم لحيتان سكنت في هذه الدولة منذ ملايين السنين، وتم اكتشاف الجمجمة العملاقة التي يبلغ طولها 1.35 مترا وتحافظ على أسنانها الحادة سليمة العام الماضي. وأوضح عالم حفريات أن الجمجمة التي عثر عليها في صحراء أوكوكاجي تنتمي إلى حيتان قديمة جدا عمرها يبلغ حوالي 36 مليون سنة. والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. عودة مرة أخرى إلى دينا شرف. شكرا لك أميمة، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل البرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ونبدأها من القاهرة والعظمى 17 والصغرى 9، الإسكندرية 16 10، مطروح 15 9، بورسعيد 16 9، الإسماعيلية 17 9، السويس 17-9، العريش 16-9، طابة 18-12، شرم الشيخ 22-14، الغردقة 22-14، الأقصر 22-10، أسوان 22-11، الوادي الجديد 20-9، شلاتين 25-13، وأخيرا حلايب 22-14. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة التاسعة، والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أنحاء الجمهورية. بايدن في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية، وموسكو تهدد برد ساحق. ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. أهلا بك ازيك يا إيمان. ازيك يا أميمة؟ عاملين إيه؟ كله تمام؟ عاملين إيه في البرد اللي احنا فيه ده يا جماعة؟ أكيد كلنا بنعاني شديد. أعتقد بقى دي آخر موجة يعني. والله الواحد ما بقى عارف. التغيرات المناخية بيخلص. التغيرات المناخية طالت الاستوديو خلاص. الحكاية بقت صعبة. ربنا يستر. نتمنى لك حلقة موفقة النهاردة يوسف. ألف شكر ليكم، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.